السلام عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الدرس الثامن من سلسله تعلم اللغه التركيه من الالف الى الياء. ودرس اليوم غادي يكون تحت عنوان الضمائر. اذا خذوا ورقه وقلم ولنبدا على بركه الله. درس تركيز زاميرلر. في هذا الدرس متابعي الكرام غادي نصنفوا الضمائر الى صنفين، واول صنف غادي نفتتحوا به درس اليوم واللي هو الضمائر الشخصيه. كيشي زاميرلري؟ بن أنا، سن أنت أو أنتي، أو هو أو هي، بيز نحن، سيز أنتما أنتم أنتن، أونلار هما هم هن. والآن متابعي الكرام غادي ننتقلوا للصنف الثاني من الضمائر واللي هو الضمائر الملكية. إيليك زاميرلري. بينيم لي، سينين لك أو لك، أونون له أو لها، بيزيم لنا، سيزيم لكما لكم لكنا، أونلارن لهما لهم لهن. بعد ما تعرفنا متابعي الكرام على الضمائر الشخصية والضمائر الملكية، الآن غادي ننتقلوا لمرحلة أخرى واللي هي تصريف الأسماء مع الضمائر الملكية. فقبل ما ندوزوا لمرحلة التطبيق غادي نعطيكم جوج ديال القواعد الرئيسية. القاعدة الأولى تقول إذا انتهى الاسم بحرف ساكن أ أو أ، فكنختموا هذا الاسم هذا بأن إلى استعملنا بنيم، أن إلى استعملنا سنين، أ إلى استعملنا أذن، أمس إلى استعملنا بزيم، أنس إلى استعملنا سيزيم، أ إلى استعملنا أونلارن. إلى انتهى الاسم يا إما بأي يا إما بإي، فكنختموا هذا الاسم هذا بإم إلى استعملنا بنيم، إن إلى استعملنا سنين، إي إلى استعملنا أنون، إميز إلى استعملنا بيزيم، إنيز إلى استعملنا سيزيم، إي إلى استعملنا أونلارن، وهكذا. إذا انتهى الاسم يا إما بأو يا إما بأو، فكنختموا هذا الاسم هذا بأم إلى استعملنا بنيم، أن إلى استعملنا سنين، أو إلى استعملنا أنون، أميز إلى استعملنا بيزيم، أنيز إلى استعملنا سيزيم، أو إلى استعملنا أونلارن. إذا انتهى الاسم بأو أو لبأو، فكنختموا هذا الاسم هذا بأم إلى استعملنا بنيم، أون إلى استعملنا سنين، أو إلى استعملنا أونون، أموز إلى استعملنا بيزيم، أونوز إلى استعملنا سيزيم، أو إلى استعملنا أونلارن. ما عطيتكم متابعي الكرام القاعدة الأولى، الآن غادي ندوزو لمرحلة التطبيق. وهنا عطيتكم ربعة ديال الأمثلة، وأول مثال واللي هو كلم بمعنى قلم. ألوغ بينيم كلميم، قلمي، سنين كلمين، قلمك أو قلمك، أونون كلمي، قلمه أو قلمها، بيزيم كلميميز، قلمنا، سيزيم كلمينيز، قلمكما قلمكم قلمكن، أونلارن كلمي، قلمهما قلمهم قلمهن. المثال الثاني واللي هو كتاب. بنيم كتاب، سنين كتاب، أنون كتاب، بيزيم كتابمز، سيزيم كتابنز، أونلارن كتاب. المثال الثالث واللي هو أكول بمعنى مدرسة. بنيم أكولوم، سنين أكولون، أنون أكولو، بيزيم أكولوموز، سيزيم أكولونوز، أونلارن أكولو. المثال الرابع والأخير واللي هو جوز بمعنى عين. بنيم جوزوم، سنين جوزون، أنون جوزو، بيزيم جوزوموز، سيزيم جوزونوز، أونلارن جوزو. القاعدة الثانية تقول إذا انتهى الاسم بحرف صوتي، إما بأ إما بأ، فكنختموا هذا الاسم هذا إذا استعملنا بنيم مي، إلى استعملنا سنين ني، إلى استعملنا أنون س، إلى استعملنا بيزيم مز، إلى استعملنا سيزيم نز، إلى استعملنا أونلارن س. انتهى هذا الاسم هذا بحرف إي أو لا إي، فكنختموا هذا الاسم هذا بما إلى استعملنا بنيم، ن إلى استعملنا سنين، سي إلى استعملنا أنون، نيز إلى استعملنا بيزيم، نيز إلى استعملنا سيزيم، سي إلى استعملنا أونلارن.
إذا انتهى الاسم إما بأ إما بأو. ألوغ كنختمو هاد الاسم هذا إما بما إلى استعملنا بينيم، ما إلى استعملنا سنين، شو إلى استعملنا أونون، موز إلى استعملنا بيزيم، نوز إلى استعملنا سيزيم، وشو إلى استعملنا أونلارن. وأخيرا إلى كان هاد الاسم هذا كينتهي إما بأو إما بأو، فكنختمو هاد الاسم هذا بما إلى استعملنا بينيم، ما إلى استعملنا سنين، سو إلى استعملنا أونون، موز إلى استعملنا بيزيم، نوز إلى استعملنا سيزيم، وسو إلى استعملنا أونلارن. بعد ما عطيتكم متابعي الكرام القاعدة الثانية، الآن غادي ندوزو لمرحلة التطبيق. وهنا يعطيتكم ربعة ديال الأمثلة، وأول مثال واللي هو بارا بمعنى نقود أو مال. بينيم بارام نقودي، سنين باران نقودك أو نقودك، أونون باراس نقوده أو نقودها، بيزيم بارامز نقودنا، سيزيم بارانز نقودكما نقودكم أو نقودكن، أولارن باراس نقودهما نقودهم نقودهن. المثال الثاني واللي هو سيف جيلي حبيب أو محبوب. بينيم سيف جيليم، سنين سيف جيلين، أونون سيف جيليسي، بيزيم سيف جيليميز، سيزيم سيف جيلينيز، أولارن سيف جيليسي. أولو ابن، بينيم أولوم، سنين أولون، أونون أولوسو، بيزيم أولوموز، سيزيم أولونوز، أولارن أولوسو. جنو هو عيد، ألوغ بينيم جنوم، سنين جنون، أونون جنوسو، بيزيم جنوموز، سيزيم جنونوز، أولارن جنوسو. درس اليوم انتهى، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. نضرب لكم موعد باذن الله تعالى في الدرس القادم. خليت لكم الراحه، تبقاو على الف خير.